يا مرحبا، شو رأيكم لو قلت لكم انه فقرة كلام من القلب رجعت من جديد للقناة؟ بصراحة بلشت هذه الفقرة من قبل اشهر بس وقفتها لظروف خصوصية، بس هالمرة رح نرجع وبقوة للفقرة. انت جديد وما تعرف شو هي الفقرة؟ فقرة كلام من القلب باختصار هي عبارة عن فقرة نحكي فيها انا وانتو، انتو بتعلقوا وانا بقرأ تعليقاتكم وبعطيكم تعليقي الخاص عن مواضيع مختلفة بتخص اليوتيوبرز وعالم اليوتيوب ومواضيع الموسم. فأنتوا لازم تجاوبوا كل يوم على سؤال معين بتعليق يكون تعليق طويل، تعليق مفيد ونقده يكون بناء. أوكي، 3 خطوات كتير سهلة، فيكم كلكم تشاركوا بالحلقات وتنعرض كل تعليقاتكم في غضون 10 حلقات. يس، في 10 حلقات، يعني حيكون في 10 أسئلة. مستعد لتبلش بالتعليق والمشاركة؟ اضغط على زر الاشتراك لونه أحمر تحت لتصير واحد من السوبر جوك. نعم، انت اللي مشترك، انت اسمك من اليوم سوبر جوك. وإذا حابب تاخذ لقب تاني هو لقب أفضل قلب للأسبوع أو لقب أفضل قلب للحلقة، لازم تعلق بتعليق يكون مفيد، نقده يكون بناء ويكون طويل ويختصر كل شيء، يعني لازم يكون أفضل تعليق للحلقة. الفقرة أو السلسلة رح تبلش ابتداء من الأسبوع المقبل، أي أول حلقة حتنعرض يوم الاثنين عن الساعة 2 بتوقيت السعودية والساعة 12 بتوقيت الجزائر. لازم تضبطوا منبهاتكم لحتى لا تفوتوا الحلقة، فممكن ينعرض تعليقك الخاص وأنا رح أقرأه. خلوني أشوفكم بالحلقات. باي باي.